تتذكروا الإمعة اللي سوينا عليه ردة فعل من كم من يوم؟ واحد متحول، واحد تحول لأنثى وصار شكله جدا سيء. زمان كان شكله طبيعي حلو كتير، ما فيه أي إشي، رجال يعني، عنده لحية تمام، وضعه بلبس قميص قرافة، وضعه تمام كام، بالآخر تحول لأنثى وصار شكله جدا بقرف. هذا هو اللي قاعد بحكي عنه، هاي صوره قبل ما هو يتحول، قبل ما يقرر أنه هو خلاص بده ينغسل مخه. شوفوا كيف صار بعدين، يعني جدا مقرف جدا. حتى الأجانب بيوافقوني الرأي، في أجانب حتى كاتبين إنه يا الله يا أخي أنت كتير كنت حلو، هلأ أنت شكلك مقرف. فإنه حتى الأجانب بيوافقوا الرأي تاعي إنه هو هلأ صار شكله كتير مقرف، قبل كان شكله حلو، ليش هيك تسوي بحالك؟ من جديد هذا المقرف طالع ترند. ليش طالع ترند؟ مش لأنه هو مقرف، لا، طالع ترند لأنه عم بيعلم الأطفال اللي من تحت سن الخمس سنين، من واحد لا خمس سنين، حتى مو من واحد، من أشهر لخمس سنين، عامل فيديو هو بيعلم هدول الأطفال شو معنى التحول وكيف أنت بتكتشف لو أنت بدك تتحول ولا لا. طالع ترند كتير لأنه عامل إشي غلط، غلط هذا كبير، لأنه شو بدك بالأطفال هدول اللي كتير صغار اللي تحت الخمس سنين؟ ليش بدك تعلمهم هاي الأشياء؟ هدول الأطفال أصلاً ما لازم يدخل بمخهم هاي الفكرة، بس هو عمل هذا الفيديو اللي قاعد بيعلم فيه هاي الأطفال هاي الأشياء. كيف يا مازن عرفت أنه هو بيعلم الأطفال هدول؟ يمكن قاعد بيعلم الناس التانية. خليني أورجيكم الفيديو عشان تفهموا ليش. Hi friends, today we're gonna talk about something super important. What it means to be trans. It's a big word, but I promise that it's easy to understand. من البداية بدأ البداية تاعت وحدة عاملة قناة باليوتيوب، القناة هاي اللي هي مسويتها عملتها للأطفال اللي تحت الخمس سنين، عاملة هاي القناة عشان الطفل ينبسط وهو بيحضرها، تعلمه كيف يحكي ماما. راح أورجيكم مثلا هلأ فيديو لطفل هو قاعد بيحضرها. زي ما انتم شايفين الاطفال اللي هم عمرهم كم من شهر هم اللي بيحضروا هاي المره اللي بتعمل هذا المحتوى اللي موجود باليوتيوب، وهو لابس زي لبسها وهو بدا زي البدايه تاعتها. هلو فريندز، نفس الاشي يعني قاعد بيقلدها بالضبط عشان شو؟ ياخذ انتباه هدول الاطفال. عامل هذا الفيديو عشان يوجهه لهدول الاطفال. طب ليش يا مقرف تعمل هذا الفيديو عشان توجهه لهدول الاطفال؟ ما هياتك انت اكبر مثال، لما تحولت صرت شكلك كثير بيقرف، فليش بدك الناس كمان يصيروا شكلهم زي شكلك؟ ليه بدك تعمل؟ هلا انك انتكبت؟ هلا انه هو انتكب؟ شو رايكم انتم بهذا الموضوع؟ انا الصراحه شايفه زي هيك، انه هو انتكب، اكل النكبه تاعته، اتحول، انضحك عليه، انغسل مخه، فهلا هو مش عاجبه الوضع، شاف انه هو يا اخي زمان كان احلى، كل الناس قاعدين بيحكوا له حتى بالتعليقات يا اخي انت والله زمان كان شكلك احلى ليش تحولت؟ فهلا بده ينكب الناس الثانيه. فمن كيف جدا مريض هذا الانسان، اقسم بالله انه مريض، والله العظيم مليون 100% مريض، ببصم لكم بالعشرين أصابع إيدي وأصابع رجلي إنه هذا الإنسان مريض، مستحيل هذا يكون صاحي. ليش تستهدف هدول الأطفال؟ شو بدك فيهم يا أخي اللي تحت الخمس سنين؟ هدول الأطفال ليش يعرفوا أصلا عن هاي المواضيع؟ خلينا نكمل الفيديو نشوف المريض شو كمان بده يحكي. Ready to learn? The first thing I want you to do is close your eyes. Now think, do you feel like a boy, a girl, or a little bit of both? مقرف أنت. Do you have your answer? Great. Now I want you to imagine that everyone keeps telling you that you're something else, even though in your heart you know who you are. Wouldn't that make you sad inside? People who feel like this are trained. من الآخر قاعد بخلي الأطفال ما يعرفوا هم شو بدهم، عم بخلي الأطفال تتشوش، فاهمين كيف؟ يعني لو طفل جد شاف هذا الفيديو حيتشوش الطفل، حيعمل زي ما هو حكى، غمض عيونك وفكر هل أنت بتحس حالك أنثى ولا ذكر، ولا بتحس حالك أنثى وذكر بنفس الوقت؟ الطفل لو مشي على كلامك يا مقرف ممكن يعمل هذا الإشي ويتحول بسببك وهو لسه صغير، فليش هيك عم بتعمل؟
بس لأنه مريض. والله ما في إلو عذر تاني عن جد، يعني 100% مو 100% مليون بالمية الإنسان هذا مريض فيه إشي، عشان هيك قاعد بينشر هاي الفيديوهات. ليش تعمل هاي الفيديوهات للأطفال؟ خلاص خليك مع نفسك أنت، خليك بقرفك اللي قاعد بتسويه عندك بالتيك توك. ليش قاعد بتحكي وبتعمل هاي الفيديوهات اللي بتستهدف فيها الأطفال؟ اترك الأطفال بحالهم، شو هذا اللي قاعد بيسويه؟ هذا لازم ينسجن. Come here, fufu boy. Go inside the sijun. What are you doing with kids? لازم على السريع يعطوك هاي المعاملة، يعني فاهمين كيف؟ يجوا عنده الحكومة يحكوا له انت شو قاعد بتسوي؟ فوق ما انك انت تحولت وصار شكلك جدا مقرف، هلأ كمان جاي بدك تسوي زي هاي اللي بتعمل المحتوى تاع الأطفال عشان تعلم الأطفال هاي الأشياء يلي ما مفروض أصلا يعرفوها، ولأنه لسه كتير صغار ليش يعرفوا عن هاي الأشياء؟ انت ممكن تصير زي هديك، ممكن تصير زي هديك بس بفيلم الرعب. يعني صح هي هلا المحتوى تاعها تاعت الاطفال، لو انعمل عليها فيلم رعب هاي المره بينفع يكون هو بالدور تاعها، بس ده فيلم رعب. اما انك تروح تعلم الاطفال هاي ما بتنفع لك ابدا ابدا. ممنوع هدول يكونوا مدرسين، جد بحكيكم يا اخي هلا والله العظيم. الناس اللي زي هيك اللي مثلا انثى وصار ذكر، ولا ذكر وصارت انثى، اشي زي هيك من هاي الاشياء التحول وما تحول، ما المفروض ابدا يسمحوا لهم انه يعلموا، حتى لو كان عندهم شهاده وكل اشي تمام، عندهم مثلا دكتوراه، ما المفروض يسمحوا لهم انه يعلموا، بالذات الاطفال، لانه هدول مريضين حرفيا، بيصيروا بيفرضوا رأيهم على الأطفال التانيين، بيفرضوا رأيهم على الناس التانيين. بدي أشوف محتوى تاني إلو، بدي أشوف محتويات التانية. شو ما عملت ما رح يروح شعر دقنك، شعر دقنك ما حيروح، شو ما سويت. موجود أكبر مثال هو بدر خلف، قاعد بيعمل جلسات من زمان من 10 سنين ولهلأ ما راح شعر دقنه، شعر الدقن ما راح يروح من عندك، لأنك رجل وحتضلك رجل وجيناتك رجل، فخليك بمكانك حبيبي ولا تروح تضيع فلوسك، فاهم علي؟ أحسن إشي ممكن تسويه هاد. الفوفو بوي هذا أنا انتهى وقته معي هلأ، انتهى وقتك معي. نروح على الفوفو بوي اللي بعده اللي بالإنستغرام، في فوفو بوي أقرف منه كمان، خليني أورجيكم إياه. وتوا خلوني نمشي نرقد، لأن خلاص توا قاعدة البطارية نازلة. Follow on TikTok. هذا شو الكائن بالضبط؟ هذا فهمني، ها فلامينجو، شو انت بالضبط؟ شو الكائن اللي انت مختار تكونه اليوم؟ وبعدين ليه عملت هذا الصوت وهيك انت فجأة فاتح بث؟ متوقع يعني انه بهذا الصوت الناس رح يحكوا واو يا الله شو انه هو انثى؟ بدون ما اعرف، بدون اي اشي، بدون ما ندرسه، بدون ما اسوي له سكان، بدون اي اشي، انا متأكد انه هذا هارب لأوروبا، هارب لبريطانيا عشان يعمل هاي الاشياء الغبية. قلت لكم من قبل، سويت فيديو على هذا الموضوع، المغفلين هدول بيجتمعوا هيك مع بعض، بيجتمعوا جمعة كبيرة وبيقرروا كلهم يروحوا على بريطانيا عشان هناك بيخلوا المغفلين يعملوا اللي بدهم إياه. ببريطانيا هناك بيجتمعوا المهرجين، فاهمين، اللي بيشتغلوا بالسرك هناك بيجتمعوا بهاي الدولة وعادي بيقدروا يعملوا اللي بدهم إياه، وبيصيروا يعملوا هاي الأشياء، بيفتحوا بثوث بيعملوا زي هيك، بيطلعوا هاي الأصوات، وهيك هم خلاص بيكونوا فخورين من نفسهم، هدول المكان تاعهم، هيك خلاص هم فرحانين بيصيروا، وبيصيروا بيحكوا كمان على العرب بس يوصلوا هناك، العرب مو متطورين، العرب ما بتقبلوا الناس اللي زينا لأنك مقرف، مقرف ما رح نتقبله. يا حتى الأولاد يلي مش فوفو بويز، الأولاد اللي هم ماشيين على أساس على الطريق الصح، صاروا مش زي قبل، فاهمين كيف؟ خليني أوريكم هذا الفيديو. My nails are by far my biggest insecurity, so this year I'll be trying my best to grow them out. This also gives me an excuse to paint them black just because I think that looks super epic. This year I wanted to be the best version of myself and really stick to my goals, so this is just one small step in that process. بهاي السنة هو بده يحقق أهدافه، وهو كتير مو واثق من أظافره، فعشان هيك قرر إنه يحط عليهم مناكير. بحكي لكم خلاص هيك صار الموضوع زي كأنه ترند إنه الواحد يكون فوفو. عم بيخلوا هاي الأشياء ترند. طبعا كتير منهم بيعملوا هذا الشيء، بيحطوا مناكير وبيحكوا إنه هم رجال، إنه أنا رجال، حتى لو أنا بحط مناكير أنا بضلني رجال، هذا مش معناه إنه هاي الشغلة أنوثية، هذا بس لون أنا حاطه على أطفري. أنت فوفو بوي، أي حدا بيحط مناكير فوفو بوي أوتوماتيك، هيك بس تحطه شوي هيك على فوفو بوي بتتحول، حتى لو مثلا وانت نايم اختك حطت لك خلاص بتتحول لفوفو بوي على السريع. فانتبهوا من هذا الاشي، احموا اظافيركم، اول ما يجي عليها نقطة لون
انت بتصير فوفو بوي، لا تكون لي مثل هدول. او ماي جاد بدي اصير زي بلاي بوي كارتي وبدي احط بلاي بوي كارتي عملها. او ماي جاد ايساب روكي سواها الرابر. او ماي جاد بدي اصير زيه وبدي احط على اطفري لانه هو بس لون، هو هيك حكى وهذا رجال بيقتل ناس فعشان هيك اكيد رجال وبيضلوا بيغني راب عن المخدرات فاكيد هو وحش وهو حط مناكير، بتصير فوفو بوي زيه. وبلاي بوي كارتي هو اكبر فوفو بوي، امسك قبل مرة وهو لابس خلينا ساكتين مش عارف شو هذا اللي لابسه بس امسك وهو لابسه. المهم وبس هذا هو الفيديو لليوم، حبيت اورجيكم هالكم من فيديو، احكولي شو رأيكم بهاي الفيديوهات ونشوفكم على خير، فمان الله.